وديتو المستشفى؟ ايوه والله يعني الصبح صار انفجار، سمعنا انفجار نزلوا كل الاطباء للطوارئ، استقبلنا تقريبا 10 الى 15 جريح وحوالي 4 وصلوا يعني متوفين وثلاثه توفوا من هنا. اكثر الجرحى اللي جمي هم من عناصر الشرطه، الجروح ما بين جروح بطن وصدر وراس وجروح مختلفه ناتجه عن يعني اسلحه ناريه خفيفه وعن انفجارات، واحنا سوينا المطلوب. اسمك دكتور؟ دكتور ياسر يوسف. خطونا اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. شنو اللي صار استاذ؟ شنو اللي صار؟ انفجار من اهل الايمين طبوا عليه، من شكوا ماكو. من اللي طب عليك تعرفه؟ مسلمين كلهم فوق ال 40 واحد، من نعرف. شلون اللي لابسين اللبس؟ مدني لابسين. ايه؟ ما تعرف. فوق ال 40 واحد سياراتهم خمسه من جيلهم مال. سلاح لا عراقي هذا، سلاح امريكي مش شنو. الامريكان كلهم امريكان. سلاح ما عراقي. ضرب عليهم. مسلم مركز واحد.